اتكلمنا في الملف اللي فات على توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي. هنعمل مراجعة سريعة على الكلام ده زائد أمثلة مبسطة. أول حاجة توصيل نعمل مراجعة نشوف أول حاجة عندنا كانت إيه. لو عندي 3 مقاومات R1 وR2 وR3، فده معناه إيه؟ إني متوصلين على التوالي. معنى كده ان ار توتال بتساوي ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة، المقاومة الاولى. ومعنى كلمة توصيل على التوالي يعني بخلص المقاومة، الطرف الاولاني للمقاومة، الطرف التاني للمقاومة. يعني عندي ده الطرف المقاوم الاولاني، ده الطرف التاني، الطرف التاني ده بيتصل بالطرف الاول للمقاومة التانية، وهكذا. عرفنا ان في مسار واحد لاي ثابتة في كل المقاومات، يعني اي ثابتة في كل المقاومات. وعرفنا ان مجموع فروق الجهد بيساوي الجهد المصدر، مجموع فروق الجهد يعني جهد المقاومة R1 وجهد المقاومة R2 وجهد المقاومة R3، كل دول بيساوي جهد المصدر. طب مثال سريع كده مبسط، لو عندي الدايرة اللي بتبدأ من A ل B دي فيها 3 مقاومات، واحدة 1 كيلو أوم، واحدة 2 كيلو أوم، واحدة 6 كيلو أوم. يبقى المقاومة الكلية يا ترى هتبقى ايه؟ هتبقى 1 زائد 2 زائد 6، يعني 9 كيلو أوم. طب بيقول ان التيار اللي داخل 1 ملي أمبير. طب يا ترى التيار اللي داخل 1 ملي أمبير ده يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده انا عندي قانون اوم بيقول ار بتساوي في على اي. طب ما انا عندي ار الكلية اللي هما 9، وعندي كمان اي، يبقى اقدر اجيب في الكلية، فرق الجهد بين النقطتين الف وبين النقطتين ايه والنقطة بي. يبقى الموضوع سهل جدا. اي اول معلومة عندنا بنطبق تطبيق مباشر، بنقول ان اي بالمقاومة شدة التيار الموجود في الدايرة هو نفسه اي بتاع R1 اي بتاع R2 اي بتاع R3 بيساوي 1 ملي امبير. طب ار توتال بتساوي 1 زائد 2 زائد 6 بتساوي 9 كيلو اوم. طب في تي، في توتال يعني اللي هي في باتري او في الدايرة، بتساوي اي ار تي، لان كده معروف ان في بتساوي من قانون اوم، يبقى 1 في 10 اس سالب 3 في 9 في 10 اس 3. يبقى انا كده جبت ان فرق الجهد الكلي 9 فولت. طب لو عايز اجيب فرق الجهد بتاع كل مقاومة، فرق الجهد في كل ايه مقاومة، هنعمل ايه؟ مش انا عندي المقاومة دي اديك التيار ماشي واحد ثابت فيهم كله. طب ما اي ار دي اي ار واحد يبقى هو في واحد، واي ار اتنين هو في اتنين، واي ار تلاتة هو في تلاتة. تعال نعمل كده. هو زي احنا شايفين في واحد بيساوي اي ار وان، اي ار تو هتطلع اول واحدة لما نضرب 1 فولت 2 فولت، لازم يبقى مجموع الجهود بتاعة المقاومات دي هي مجموعة في توتال بتساوي summation of بتاع الجهود التلاتة دول. سؤال مهم يعني، بعد ما حلينا كده خدنا فكرة ازاي نحسب البيانات دي. طب هل يمكن توصيل الأجهزة المنزلية على التوالي؟ طبعا. تعال نشوف كده، ادي الدايرة اللي قدامي. انا هقول اول حاجة، لو فرضنا ان كل مقاومة من دول هي جهاز، لو جهاز حصل فيه، واللمبة مثلا هنفترض انها مصباح، حصل فيه خلل الدايرة هتتفتح، وبالتالي هنتعطل لحد ما نصلحه عشان نبدأ نشغل بقية الاجهزة. عشان كده لا يمكن توصيل الاجهزة، ده السبب الاولاني، المنزلية على التوالي. السبب التاني ان التيار اللي داخل في الدايرة لما اكون عندي مقاومات، المقاومه الكليه طلعت كام؟ طلعت 9 كيلو اوم، يبقى كده مقاومه الدايره الكليه لما بيتوصلوا كده بتبقى كبيره جدا، فده اثر لي خلى شده التيار بقت 1 ملي امبير. تخيل بقى لو كان طبعا التيار ده اتحسب بالمناسبه بعد ما للدايره، بعد ما حطينا فيها المقاومات، يبقى المقاومه الكليه للاجهزه وهي متوصله على التوالي بتكون كبيره، فده بيخلي التيار يبقى قليل اللي ماشي في الدايره، هيستهلك التيار. لو انا وصلت الاجهزه كلها مع بعض على التوالي هتكون كانها زي مجموعه من المقاومات متوصله على التوالي، هيخلي المقاومه الكليه هتبقى كبيره، التيار الكلي اللي مار في الدايره هيبقى قليل. طبعا ده هيضعف لي كفاءه الايه، كفاءه تشغيل الاجهزه، ممكن ما تشتغلش لان ممكن لكل جهاز ليه تيار معين. وبالتالي لما بنوصل الحل للمشكله دي ان احنا نوصل على التوازي، ده هيدفعنا ان احنا نتكلم ايه هو اللي بقى على التوازي. انا عندي يعني ايه توصيل على التوازي، باكد برضك تاني كنوع من المراجعه، ان طرف كل مقاومه الاول
متوصل بالطرف الثاني لكل مقاومات، يعني كل الاطراف الاولى للمقاومات متوصله لكل الاطراف الثانيه للمقاومات، يبقى كل الاطراف الاولى اهي متوصله بكل الاطراف الثانيه، وفي نفس الوقت شدة التيار، التيار اللي داخل في الدايرة بيتجزأ، بيبقى اي واحد زائد اي اتنين زائد اي تلاتة، يعني حسب كل الفروع زي ما سبق وقلنا. لكن فرق الجهد بين نقطتين ثابت، يبقى فرق الجهد بين المقاومة الكلية، يعني بين المقاومة الكلية او بين النقطتين، هو فرق الجهد بين المقاومة الاولى، فرق الجهد بيساوي بعض. طب والمقاومة الكلية واحد على ار توتال بيساوي واحد على ار وان زائد واحد على ار تو زائد واحد على ار ثري. لو حابين ناخد مثال سريع برضك، مديني زي ما احنا شايفين كده 3 مقامات، واحدة 200 أوم، واحدة 470، واحدة 220، عايز ومديني فرق الجهد بين A و B 12 فولت، وبيقول لي احسب R total ويحسب I1 في كل فرع I1 و I2 و I3، يعني I1 هي الفرع الأولاني، I2 هي الفرع الثاني، I3 هي الفرع الثالث. الحاجة اللي أنا عايز أأكد عليها إن المثال ده إحنا خدنا مثال 3 مقاومات ومثال على التوالي وتلاتة تانية غيرهم على التوازي أرقام مختلفة. كتاب المدرسة فيه مثال، أنا مرضيتش أحط المثال ده عشان أنت تشوفه وتشوف الأرقام وبعدين تقارن بين المقاومة في الحالتين لما نفس ال3 مقاومات بنوصلهم على التوالي ونفس ال3 مقاومات بوصلهم على التوازي، إيه النتيجة؟ يا ريت تبص وتشوف النتيجة إيه. هتلاقي ان لما بوصلهم على التوالي بتبقى المقاومة الكلية اكبر ما يكون، اكبر من اكبر مقاومة، ولما بوصلهم على التوازي زي ما احنا هنشوف دلوقتي هنلاقي المقاومة الكلية هتبقى اصغر من اقل مقاومة. طب خطوة خطوة حسبنا ار تي، تطلع ار تي بالتعويض في القانون المباشر هتطلع مقلوبها الرقم ده، تمييزه بالمناسبة لو حبيت لو جاب لي كده وقال لي اكتب التمييز يبقى ده اوم اس ماينس 1، لكن طبعا لما اقلبه يطلع اوم اللي هو 85.67. طب في بي، في بي ايه الفرق الجهد بقى؟ طبعا في بين النقطتين اي وبي اللي هما باينين قدامي دول هو نفسه فرق الجهد في كل واحده من ال3 مقاومات، فبالتالي كلهم بيساوي 12. فلو قسمت 12 على ال 200 الاولانيه هيطلع فرق شده التيار الاولاني، ولو قسمت 12 على 470 الثانيه هيطلع فرق هيطلع شده التيار الثاني، وهكذا الاقي ان عندي 3 شدات تيار جبتهم اي 1 واي 2 واي 3. طب اي توتال اجمع الثلاثه، اي توتال اللي داخله من المصدر واللي هي اللي خارجه بردك هيبقى الرقم ده. طب للتاكيد لو انا قسمت V total على R total هتكون النتيجة نفس الرقم اللي هو 0.14 تقريبا امبير. مثال تاني ممكن يديني يقول لي مثال كده، يقول لي عندي 3 مقاومات 2 و4 و8 وداخل الدايرة تيار، مديني بقى التيار وعايز يحسب التيار تجزئة التيار. انا طبعا في اساليب كتير للحل، انا ممكن اقول ان بس احنا طبعا يعني ممكن واحد يحلها بالسنس، يعني عمليه ما بقتش يعني ممكن انا بالسنس كده عارف ان في 7 امبير داخلين، يبقى اكيد جزء كبير منهم هيخش في المقاومه القليله، وبعدين التيار اللي هنا لازم يكون عندي السنس ده، ما بكونش بحله وخلاص، لان كل ما المقاومه تبقى قليله يبقى التيار اللي هيمشي فيها هيبقى اكبر، والتيار هنا هيبقى اقل حبه، والتيار هنا هيبقى اقل حبه. دي اول نقطه، يعني التيار ده هيتقسم كانها مساله ابتدائي نسبه وتناسب بين ال3 مقاومات دي. طبعا دي اول نقطة. تاني نقطة انا عندي R total، اجيب R total، R total بيساوي 1 على RT بيساوي كذا في المقاومة بتاعي يطلع 7 على 8، يبقى R total بتساوي 8 على 7 اوم. V total فرق الجهد الكلي بيساوي R total في I اللي هو مدهاني، قدرت اجيب ان فرق الجهد الكلي بيساوي 8. طب ما انا لو ضربت لو قسمت 8 دي مرة على دي تطلع 8 على 2 فيها الـ4، و8 على 4 فيها الـ2، و8 على 8 فيها الـ1، يعني كأن شدة التيار في الأولانية 4 أمبير، وفي التانية 2 أمبير، وفي الأخيرة 1 أمبير، ولو جمعت 4 و2 و1 يطلع 7 أمبير اللي داخلين أهو. أدي I1 وأدي I2 وأدي I3 وبكده، وعشان أتأكد مسألتي مظبوطة 100%. مسألة زي دي أهي، مسألة تانية أهي، المسألة دي مديني دايرة فيها ميكسد خليط بين بين المقاومات متوصلة على التوالي وتاني متوصل على التوازي. فطبعا انا اما امشي كده مع التيار اول ما هلاقي مقاومة حصل تجزئ للتيار، يعني التيار هنا ماشي هنا اتجزأ وراح هنا وراح هنا وراح هنا، اعرف كده ان دول بقى ما بقاش فيه توالي،
لاني اول ما يحصل تجزيء اعرف ان في توازي، امشي برضه اجيب بقى دول امشي كده، يبقى التيار هيمشي جزء منه هنا وجزء منه هنا وجزء منه هنا. طب ما الاتنين دول مع بعض على ايه؟ يعني هنشوف كده هنقدر نحلها شفوي ولا لا. الاتنين دول متوصلين على التوازي مع بعض، يبقى المقاومة الكلية المكافئة ليهم كام؟ هتبقى المقاومة الكلية المكافئة ليهم 3 في 6 على 3 زائد 6، يعني 3 في 6 ب 18، و3 زائد 6 9، 18 على 9 فيها الاتنين 18 على 9. يبقى المقاومة الكلية أقل من أقل واحدة في الاتنين دول، أقل من التلاتة، يعني دي 2 بقت دي 2، يبقى كأني ممكن أشيل المجموعة دي كده وأحط 2 هنا. نفس الكلام الاتنين دول مع بعض، 2 و4، 2 و4 متوصلين مع بعض على التوالي. طب ما 2 و4 يبقوا 6، طب و6 و6 متوصلين مع بعض على التوازي، ما هي دول بقوا 6، 6 و6 متوصلين مع بعض على التوازي، يعني 6 في 6 على 6 زائد 6، 6 في 6 ب 36 على 12 فيها 3، بقت المقاومة دي 3. المقاومة 3 متوصلة مع المقاومة 3 دي، المقاومة 3 دي متوصلة مع المقاومة 3 دي، يبقى المقاومة 3 ديت و3 تبقى النتيجة كام؟ متوصلين مع بعض على التوالي يبقى النتيجة 6، يبقى ار توتال بتساوي 6. طبعا انا يهمني جدا ان هناخد امثلة كتير، دي ده مثال بسيط حليناه شفوي كده عشان اوريكم قد ايه الموضوع سهل بالتدريب. في الاول بيبقى الموضوع بس، انت طبعا لو انت قعدت تسمع الفيديوهات دي كده من غير ما تمسك ورقة وقلم وتكتب بايديك يبقى مش هتقدر تستفيد حاجة. لازم تحل اللي فات وتدي نفسك وقت لحد ما تتشبع بالفهم، بعد كده تبدأ. يعني عملية محتاجة وقت، يعني محتاجة وقت ان انت تستوعب اللي بيتقال وبعدين تدرب نفسك. هناخد مسائل كتير، كل ما في الامر ان انت بين كل مسألة ومسألة وقف الفيديو، امسك ورقة وقلم وابدأ جاوب الاجابات بتاعتنا ديت، هتلاقي نفسك بقيت استاذ كبير في مادة الفيزياء. يبقى دي مسألة بسيطة جدا ومباشرة حبينا نجيب فيها المقاومة الايه الكلية. هنكمل في التمارين اللي جاية امثلة كتير، كل فيديو احنا يعني مش عايزين نزود مدة الفيديو عن 12، من 12 ل 15 دقيقة او من 10 ل 15 دقيقة، عشان يبقى هي دي جرعة كده تسمعها وما تتعبش. كل ما تخلص حاجة من ال 12 او 15 دقيقة تمسك ورقة وقلم تبدأ تجاوب الأمثلة اللي موجودة فيه، تسمعه مرة واتنين تستوعب اللي فيه، توقف لو في حاجة قلناها بسرعة تسمعها مرة تاني، وبعد كده ترجع. طب لو عندك أسئلة اكتب أسئلتك تحت الفيديو بتوصل لنا هنجاوبك عليها. وطبعا بعد ما الفيديوهات دي كلها هتخلص هنعملها على فلاشة، طبعا هيبقوا كتير المنهج كله، والفلاشة ديت هتبقى متاحة لأي حد يقدر يطلبها، بدل ما يقعد ينزل 500 600 فيديو للمنهج كله، شاملين بقى حل الامتحانات وتمرينات الكتاب وتمرينات دليل التقويم وكله. فانت كل ما في الامر ان انت تابع معانا يوم بيوم على القناة بتاعتنا، وسجل نفسك فيها عشان يوصلك كل جديد. وفي موقع course7.com تقدر تلاقي، في اول ما تخش الموقع هتلاقي الفيزياء موجودة والمنهج الفهرس موجود، عبارة عن فهرس ملفات فيديو، تقدر ببساطة تختار الدرس اللي انت عايزه، تشوفه في الوقت اللي انت عايزه، تقدر تعمل لهم داونلود تسمعهم في اي وقت. الحاجة التانية الجميلة اللي انا عايز اقولها لكم ان احنا هنعمل بعد كل فترة كده تطبيق عملي بمختبر عملي، هننفذ بعض الامثلة ناخدها ننفذها عملي فتستوعب المادة، ولكن دي هتبقى نوع من تثبيت المعلومات مش أكتر. شكراً.